هذا البرنامج برعاية إليت نايتريشن. إليت نايتريشن. كابتن تشاد، أنا سعيد جدا إنه نحن بنتكلم معك اليوم، وأنا سعيد بما تفعل رامي. وأنا كنت أقول قبل سنتين إنه الطريق إلى أولمبيا هي طريقة لرامي هي روني كولمان، وطبعا المقصود بروني كولمان هو المدرب حق روني كولمان اللي هو تشاد نيكولز. He say thanks for supporting Rami and for Rami you're the best and with you are the best coach and this best way to get Chad. I appreciate it. We are going to get the job done, that's for sure. We've worked hard all year and I can promise you it's going to show on stage here in just a few hours. أشكرك. نعم. نعم. أشتغل مع أقوى. نعم. ويمكن يطول ويجاب مستر أولمبيا 3 تايم أو 4 تايم. ويمكن أنا أقول مع تشاد. ويمكن ماني تايم أكثر. أكثر أنا أقول 5 أو 6 مرات تشاد. أنا عشان خاطرك عملت فيديو لرامي بالإنجليزي، كنت أقول فيه إنه روني كولمان القادم مع تشاد، وعشان خاطرك أنا قلتها بالإنجليزي مش بالعربي. عشان خاطرك تعلمت شوية تتكلم فويس اوفر انجليزي عشان خاطرك، عشان تشوف الفيديو انت وتشوف الدعم العربي للبيج رامي ايضا. He makes a media video for you and Rami supporting and you learn him English. Good. Good. Thank you Captain Chad. He show your video. Yeah. Okay. قلت له حقك كل يوم. نعم. شكراً. Thank you. أبو ليث صديقنا وكابتننا الغالي حبيبي، حفظك الله ورعاك، وشكراً على هذا الدعم دائماً، شكراً جزيلاً. مراسلنا في أولمبيا أكسبو. تحياتي لمتابعينك. كل التحية لك وكل التحية للكباتن تشاد أيضاً. إن شاء الله لقاءات أيضاً، مزيد من اللقاءات إن شاء الله أبو ليث حبيبي.